ائتلاف نزاهة الدولي ده ائتلاف مكون من عدد من المنظمات المحلية والدولية لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية 2024. الائتلاف أصدر تقريره الأول عن الانتخابات واللي وصفها بأنها تمت بشفافية ونزاهة. خلينا نشوف هذا التقرير. أصدر ائتلاف نزاهة الدولي لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 تقريره الأول لنتيجة عملية المتابعة التي تستهدف الوقوف على مدى تمتع العملية الانتخابية بمعايير النزاهة والشفافية. وأوضح التقرير أنه بشأن متابعة مرحلة التأييد والترشح ومع توافد المواطنين على مكاتب توثيق الشهر العقاري التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، لاحظنا وجود زحام شديد أمام مقر الشهر العقاري من قبل أنصار المرشحين المحتملين بغرض توثيق طلبات التأييد اللازمة للترشح. ولفت التقرير إلى أن مرحلة الدعاية الانتخابية داخل مصر شهدت نشاطاً واضحاً من حملات المرشحين الأربعة في مختلف محافظات مصر، وتابع الائتلاف الظهور الإعلامي لحملات المرشحين الأربعة خاصة بعد قيام الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالإعلان عن دعم العملية الانتخابية من خلال منح كل مرشح رئاسي 100 دقيقة إعلانية مجانية بالتساوي بكافة وسائلها، فيما أفردت الصحف والمواقع الإخبارية صفحاتها للحملات الأربعة للتعبير بحرية عن برامجها الانتخابية. واتسمت هذه المرحلة بظواهر إيجابية مثل عدالة الظهور الإعلامي بين جميع المرشحين في مختلف وسائل الإعلام وحياد المؤسسات الإعلامية والصحفية تجاه المرشحين، بالإضافة إلى غياب الظواهر السلبية أثناء الظهور الإعلامي للمرشحين مثل الخوض في السمعة الشخصية أو التشويه أو التسفيه. وحرص ائتلاف نزاهة على زيارة مقر الحملات الانتخابية للمرشحين الأربعة، ودار النقاش حول محاور البرامج الانتخابية للمرشحين وماهية الإجراءات التي تمت خلال مرحلة الدعاية الانتخابية، وأيضاً استعدادات كل حملة انتخابية لمرحلة التصويت. ولم يتلقى الائتلاف أي شكاوى من حملات المرشحين الأربعة طوال مرحلة الدعاية الانتخابية التي اتسمت بهدوء شديد ومظاهر إيجابية. في هذا السياق قال كوفي كونكم رئيس ائتلاف نزاهة الدولي لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2024 إن الانتخابات الرئاسية المصرية ستكتب في التاريخ، مشيراً إلى أن المصريين تمكنوا من التصويت في جميع المحافظات دون أي عوائق، ومؤكداً على نزاهة العملية الانتخابية وإجرائها بطريقة سلمية. كما أوضح كونكم أن الهيئة الوطنية للانتخابات قدمت كافة التسهيلات لمتابعة هذه الانتخابات التي جرت في أجواء حرة ونزيهة، مؤكداً الاعتماد على معايير دولية في متابعة الانتخابات الرئاسية. وأشاد كذلك بحرص الأهالي على اصطحاب أطفالهم إلى لجان الاقتراع لمشاهدة هذه العملية الديمقراطية، لافتاً إلى أنه لمس حرية إعلامية في متابعة هذه الانتخابات.